ومشاهدينا دعونا نذكر بإغلاقات أسهم الشركات التي لها ثقل كبير في مؤشرات الأسواق الأمريكية والأسهم التكنولوجية. نبدأ بإنفيديا التي ارتفعت بأكثر من دولار في الجلسة السابقة عند 141 دولار و 46 سنتا، ومايكروسوفت كذلك أكثر من 3 دولارات ونصف عند 428 دولار، أبل 231 دولار، والفابت من الفئة سي 166 دولار و 98 سنتا للسهم الواحد، وارتفاع في أغلب الأسهم في السوق الأمريكي ومؤشرات خضراء وارتفاعات. ونبدأ كذلك ميتا عند 573 دولار 28 سنتا، ارتفاع بحوالي 5 دولارات و50 سنت. أمازون كذلك ترتفع بدولار و48 سنت لتحقق 187 دولار و86 سنت. تسلا تعود للارتفاع مجددا بعد عمليات تصحيح وتراجعات في الجلسات الماضية، 269 دولار و22 سنت وأكثر من 8 دولارات. وكوالكوم تختتم جلسة الأمس بارتفاع بدولارين و15 سنتا عند 170 دولار و25 سنتا.